السوق والله حقيقة انه واعر، ايجار واعر حتى ما هو معقول. الفضاء حقيقة حكم انها ما يخال يوم اللي، والفضاء يوميا تطلع اسعارها مثلا تطلع دائما، الناس تختار تشري غير ما عند الفضاء باش تشري مثلا اللي. هذا هو حقيقة السوق، كل بوتيك دايرين عليه 3000 4000 500 بينما 5000 يوم اللي، بين قاع اللي باتي قاع اللي ما يدخلها قاع يوميا. عندي في هذا السوق اللي عندي انا في نسل متشهر، السوق ما شاء الله زين، سوق مستقبل ما شاء الله، واسعاره زينه ما شاء الله، وسوق نظيف ما شاء الله، مستوى اقداري زين، مستوى اقداري زين والله ما شاء الله، ما شاء الله سوق عيد امه زين، هذول الايام زين ما شاء الله. حتى ايش بالغ عند احنا ايش بالغ عيد الفطر زين، حتى عيد الفطر ما له مزرقة ما شاء الله، عيد ميلاد ما شاء الله، ما شاء الله سوق باستقبال ما شاء الله. اسعار السوق في متناول الجوية فرصة، ولكن الإقبال للسوق فرق بين الإقبال على السوق حاليا وما في الإقبال فترات الأعياد الماضية. بالنسبة لي أنا كمثلا متسوق ودائما أجري السوق ودائما نحل السوق، حسب الله ظاهر لي على السوق حاليا ما أكثر ما هو بون الإقبال فيه ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ياسر، فهمت؟ عادي الإقبال حتى في السوق الأيام، فهمت؟ بالنسبة للأسعار، الأسعار والله فيها اللي واعر، ما قلت لك من الشيء بدي واعر حتى ولو قاعد متناول ياسر من الشعب اللي خارج، من الناس اللي ضعاف اللي ما هو قاعد يشتري الباس بالدرجه كامله. بالنسبه لاسعار قاعد كامله ما ولا في السوق واحده، بالاسواق كامله تعتبر اسعار ياسر ابوه ضمن الاسعار، فهمت؟ ارتفاع الاسعار كالمواطن بسيط المواطن عادي لا ما يصلح له.